بدعم من الأمانة العامة للأوقاف، دشنت جمعية منهاج الصالحين الخيرية حملاتها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بتوزيع أكثر من 1000 سلة تموينية على المحتاجين. نعم، ووفق القائمين على الجمعية فإنها مستمرة في توزيع هذه المساعدات خلال الشهر الفضيل، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 20,000 مساعدة. باشرت جمعية منهاج الصالحين الخيرية بتنفيذ حملاتها الخاصة بشهر رمضان المبارك من خلال تسليم الإعانات لمستحقيها من الأسر المحتاجة التي تتوافد إلى هذا الموقع لاستلامها. هذه الحملة تحت رعاية الأمانة العامة لوزارة الأوقاف تحت مصرف إفطار الصائم، تكفل حنا في هذه السلة الغذائية حق أسرة من 5 إلى 7 أشخاص، كرتون دجاج، كذلك خيشة عيش وجميع ما تحتاجه الأسرة طوال شهر رمضان بإذن الله عز وجل. حنا على مرحلتين أو 3 مراحل، المرحلة الأولى اليوم تقريبا 600 إلى 800 أسرة اليوم، المرحلة الثانية يعني 3-4 أيام راحة الشباب على أساس المتطوعين والعمل الخيري كله أنه يكثر، يعني المرحلة الثانية إن شاء الله بعدها 3-4 أيام. عملية التوزيع تتم وفق آلية مدروسة من قبل الجمعية وتسجيل مسبق ودراسة لكل الملفات قبل تسليم الحصص الغذائية. احنا صارنا 5 أيام 6 أيام قاعد ندرس حالاتنا اللي مسجلة عندنا عن طريق السيستم، ومعطينهم أرقام، كل حالة لها رقم، وبعدين بإذن الله عز وجل يجي هنا الكشف عند الأخوان موجود فيه صورة البطاقة المدنية مع سند الصرف، ونسلمه بإذن الله عز وجل له السلة اللي محتاجها. الهدف من هذه الحملة أول مرضات الله سبحانه وتعالى وقضاء حاجة الناس وتكثيف الأجر وعمل الخيري في إخواننا المتطوعين وتأدية أمانة الأمانة العامة للأوقاف، نأدي أمانتهم اللي سلموها لنا ويعني تكثيف العمل الخيري بإذن الله. هذه المشاهد ليست إلا صورة مصغرة للعديد من الحملات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق البلاد بهدف خيري إنساني. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.